من ناحية الجهوزية، فكما أعلم أنه أكثر المشاريع الاستراتيجية مثل السدود، مثل الخزانات الكبيرة والمباني العالية تصمم وفق المعيار الزلزالي السائد في المنطقة. أما بالنسبة للفيضانات، فالفيضانات هي عدة أنواع. أما فيضانات ساحلية وهي تحدث في المدن الساحلية القريبة على البحار، وإحنا تقريبا بعيدين عن هذا، أو فيضانات بسبب الأمطار. الأمطار، شبكات مياه الأمطار في المدن تبنى على الشدة المطرية، فإذا كانت الأمطار الساقطة ضمن الشدة المطرية المصممة عليها الشبكات، فتكون بالإمكان معالجة هذه الأمطار وتحويل المياه الساقطة إلى مجاري الأنهار. من المعروف أن سد الموصل عند إنشائه في عام 1984 أنشئ على أرض جبسية، وتمتص الماء باستمرار، تطلب إلى حقن المنطقة بأكثر من 20,000 متر من الكونكريت سنويا. يعتبر السد يعني مهدد بالانهيار في حال حدوث زلزال لا سمح الله. لا توجد استعدادات حقيقية على المستوى الرسمي، كون ذلك يتطلب إلى ميزانية هائلة. حقيقة الخطر هائل جدا. يعتبر سد الموصل رابع أكبر سد بالشرق الأوسط. انهيار هذا السد سوف يعني يهدد حياة أكثر من 2,000,000 شخص. ستغمر المياه منطقة مدينة الموصل أكثر من 20 متر، ويصل تأثيرها إلى بغداد. لكي نستطيع مواجهة هذه الكوارث علينا أن أولاً نؤسس هيئة وطنية لإدارة الكوارث، مثل ما موجود في الولايات المتحدة. الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث موجود في تركيا، موجود في اليابان. هذه الهيئة هي المسؤولة عن إدارة الكوارث.